يا أخي، إنكار المنكر هذا دين يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وإنكار المنكر طالما أنه دين يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى لابد فيه من الإخلاص والمتابع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن ننكر المنكر بمنكر. فالآن أصبح عند بعض الناس نسأل العافية والسلامة ينكر المنكر بمنكر، يدخل مثلا على ما ذكرت من المواقع التي فيها صور النساء والتعري بحجة إنكار المنكر. الغاية لا تبرر الوسيلة. إذا أردنا أن ننكر المنكر، ننكر المنكر بما يوافق الشريعة لا ما يخالف الشريعة. لماذا لا ننشر التوحيد، نعلم الناس الخير، نعلم الناس الأدب، الحشمة، العفاف وما إلى ذلك؟ فلابد إذا أردنا أن نفعل شيئا ننظر إلى ما كان عليه السلف الصالح، والله أعلم.